هذا أسبوع في حياتي كيوتيوبر. هذا علق، هذا علق، راي ولد. خلاص الفترة الأخيرة كلها كنت مشغول أصور مقاطع رهيبة في اليوتيوب، واليوم حبيت أسوي شيء جديد، واللي هو نعيشكم معاي أسبوع كامل في حياتي كيوتيوبر وراء كل الأشياء يعني اللي نشوفه في الفيديوهات، عشان نشوف مع بعض كيف يومي الطبيعي. هاي جاك أكل، هذا أكلنا، أكلنا صح؟ أبو ذا أسمع، تعال تعال بنقولك سالفة، تعال اسمع صح؟ الزبدة زي ما تشوفون عندنا الفان، الحين شرينا بخاخات وقاعدين نبخها، قاعد أحاول أغير شكل الفان لأنه فيديو مليون ودي أطلع بشكل كويس، فهمتوا؟ فعشان كذا قاعدين نبخها نحول الأزرق. كويس ها؟ كويس؟ كويس حب يشرفك انت. يا بسم الله، طبعا زي ما تشوفون البخ حق ابو اليوم سريع سريع. هذا علق، هذا علق، راي ولد ولد والله علق، خلاص خليني اخلص فيه بسرعه بسرعه، خل خلص ما ادري ايش صار، زعل. ايش رايك؟ لا علق علي البخاخ، ايش تبي اسوي؟ والله العظيم شوف ذي الحركة، جيشي طبعا زي ما تشوفون حركة الجيشي مع الأمواج، فأزرق وزي كذا فهمت؟ هات هات هذا حق أغراض. لا آخر مرة تدخل غرفتي حق السيارة، مسوي فندق أنت، حاط لك حاط لك كنبل فان في غرفتك، كل يومين كنبل فان يختفي ما أدري وينه، أجي أحصل عنده في الغرفة. ارمي ارمي على ما يخلص ابو النيف، قاعد يبخبخ هناك الاشياء هذه. زبده في موضوع بقول لكم اياه على السريع. هذا ابو العبد طفشان وضايع بين البرامج في جواله، ومو ناقص ضياع لان اللي فيه مكفيه، ويتمنى الحين لو في شيء يسهل له كل شيء في حياته الصعبه. برنامج ايش؟ ايش ذا؟ وخر برنامج ايش؟ برنامج ايش؟ مين انت يا اخوي؟ وخر جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، اسمع شغلين هم صح؟ تعرف فاهم كل شيء، تعال جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا يا اخوي. ايش السالفه؟ هذا والله صعب افهمك، هذول ناس برامجهم مره قديمه، شوف كيف بعض الاولى فيها كل شيء راح اقول للناس وجربوا جربوا البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا. الزبده اسمع، عندي لك برنامج جديد مو زيهم، برنامج هذا فيه كل شيء، تبي افلام، تبي مسلسلات، تبي اغاني. افلام مسلسلات واغاني كل شيء. بس اسمع جوالي مو معي، ابغى اخش وينه داخل، هيا بسرعه 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 جيبه تعال. جرب البرنامج ذا، 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 جرب البرنامج ذا. الزبده على ما يجي بالعبد خلني اقول لكم على البرنامج شوي، اوكي؟ التطبيق طبعا اسمه يونج بلاي، هذا برنامج يشغل كل شيء، مسلسلات، افلام، العاب، اغاني، كل حاجه تبغاها في برنامج واحد عشان تختصر لك الوقت. مدعوم بعد بالذكاء الاصطناعي فراح يختصر لك اشياء كثير بتكون على ذوقك. الزبده الكويس ان الحساب الواحد يفتح لك اربع اكونتات، تقدر تشاركه مع الناس اللي تحبهم، مع اخوياك، مع اهلك، فالبرنامج الصراحه مره قوي، عشان كذا ظبطتكم باشتراك 60 يوم مجانا، فحملوا التطبيق، استمتعوا فيه، استخدموا الرابط حقي عشان تضبطونه مع الشركه. كيف؟ حاط شوف تعال بسرعة، ها كيف؟ جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج ذا، جرب البرنامج. هايهم شو الأخبار؟ زي ما تشوفون هذا شكل الفان الجديد، هنا جيشي من الجنب هناك شكله أوكي يعني يجي منه شوي. نفس لون البعض، وهذا نفس لوننا صح؟ والله نفسنا بالضبط، حقنا أفضل يا رجال، حقنا جيشي، فيه جيشي وفيه نفس اللون ذا. يا وش ذا الخياس؟ وش ذا الخياس اللي صار؟ طيب الحين انا برا يعني لازم اشيك اللون وهو يفحط كيف. يا يا والله يا اخوي شكله من الجنب. اوكي تقريبا لا لا اعطى واحد ثاني عشان اشوفه زي الناس. وقف. لا لا والله اللون ممتاز، ممتاز اللون كويس يعني ينفع. خلاص
شو اسمه؟ اعتمد للون البان. كل ما نطلع نروح الملعب ذاك ناخذ فيه جنط جنطين، اذا نرجع نوقف في البيت كل مره زي كذا، كل ما نشغل لازم. اليوم الثاني طبعا في مشكله، واللي هي ان الكهرباء انقطع فجاه، يعني صار ما يشتغل. طبعا زي كذا في البيت دائم تقوم على شيء ما تدري شو، تقوم على مشكله، ما تقوم على شيء كويس، لا تقوم على مشكله، تعودين. فاليوم مشكلتنا ان الكهرباء فصلت، لازم ايش اسوي الحين؟ لازم اروح اشوف الشيء ايش المشكله، ان شاء الله ترجع تشتغل عاد، لانه ما لها داعي زي كذا. انا ما اقدر اكمل يوم بدون كهرباء، لانه عندي اشياء كثيره احتاج اشحنها، الكاميرات، اللابتوب، كل شيء. ايش السالفه يا ابوي؟ شكلي جيت على اللوكيشن غلط، خشيت منشاه مره كبيره، قالوا لي ما في اوفيس تجيله اصلا. ما ادري ايش السالفه، لازم اتصل عليهم بس. وبعدها رجعت البيت عشان اكلم شركه الكهرباء واقول لهم السالفه يعني، بس كل ما اتصل يرد علي الرد الالي ويقعد ساعه يسولف. يذلني ذا، عطني واحد اكلمه خلاص يا اخي. Thank you for calling Dominion Energy South Carolina. Billing and account information or start, stop, reconnect or others to switch to keypad only. يوه خلاص. اخيرا. شكلهم يعرفون اذا عانيت يقول لك انتظر على اللاين بنعطيك واحد تكلمه. فاقل شيء قالوا لي خلاص بنعطيك واحد تكلمه. المهم قاعد اشرح لهم السالفه وكل شيء، وقالوا لي بنرد عليك اول ما نعرف وش المشكله. هو اكلنا في الثلاجه يعني بيخرب؟ والله طافي الثلاجه. لا طبعا حاطين قدر ضغط كامل في الثلاجه، فعندنا احنا كذا شقق العزابيه زي كذا. طبعا اي اكل يكون موجود يتحول الى وجبات تاكل لمده اسبوع، مدة شهر قدام عادي، اهم شيء في الثلاجة يعني. طبعا الحين جايين باخذ البهبهاني، زي ما تعرفون انا ما اخذ البهبهاني الا اذا رحت اجيب شيء، حرفيا ما اشغل البهبهاني الا وانا رايح اجيب حاجة بس للبيت. فلما يشتغل الكهرب وزي كذا عندي مشوار بروح اسويه، كل اسبوع اسويه يمكن مرة مرتين. ايش هي؟ انا شغال على مقطع اني اجمع اغراض من برا، تمام؟ قد سويت مقطع شيء زي كذا اني اجمع اغراض من برا بدي نرجع ابيعها، فالفكرة عجبتني بسويها مرة ثانية. فاليوم بما انه ما في شيء فاضي والكهرباء طافية الاشياء هذه، بروح ادور اغراض في المذيع. تونا واصلين، ما مدانا فرينا. مثل الحر الجامد ذا شندون؟ احطفى ذا. طفى البهبهاني. وات؟ انفضحنا كذا، انفضحنا. طبعا اغلب الاشياء اللي حصلها يكون اصحابها ما يحتاجونها، فيعني هنا في امريكا يبغون احد يشيلها عنهم، وتقريبا هذه شغلتي اللي اسويها الحين، عشان بدل ما ترمي الاغراض ارجع استفيد منها. اقدر اخذها بلاش وابيعها ادخل فلوس، هذا البزنس حقي طبعا اللي قاعد شغال علينا الحين زي كذا. طبعا هنا حصلنا هذا الماترس حق السرير والاشياء هذه، هذا ينباع مره بسعر كويس، بس ان شاء الله ما في حشرات ما في شيء، اموره قد. والله جامد، ما في شيء، مره جامد. وما ليش ما ادري ليش قاطينه هنا الصراحه. نايس حلو، اول غنيمه هاي تقريبا تجيب يمكن 30 الى 40 دولار، فمره نايس. في حركه اكتشفتها الفتره الاخيره، انه افضل مكان تجمع منه اغراض من ورا الفنادق، اتوقع يعني حتى الاشياء الرهيب يقطونه، ما ادري ليه. حرام ما عندهم كنب زي المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان في كنب، كان في اغراض جامده. طبعا حاطين كرسي هنا برا، ذا كرسي حق منتزهات والاشياء هذه. على السريع نجربه. الله والله جامد صراحه، رهيب، ما اشوف فيه اي شيء يعني غلط، كل شيء فيه رهيب كويس. تقريبا 20 دولار بس اذا ضبطته يمكن ينباع باكثر، بس 20 دولار از جود يعني. كنت ابغى كنب بس يلا هذا كويس. قاعد تشرط انا الفندق هذا، قاعد احاول ما اجي كثير، عرفتوا؟ لانه في كاميرات في كل مكان، فما ابغى كل شيء، كل ما يقطون شيء يدرون اني بجي اخذه، عشان كذا قاعد احاول اقلل الزيارات حقتي، ما اجي كل مره. فان شاء الله يحطون لنا شيء جامد، اوكي؟ يحطون لنا اغراض جامده. الحين نبي نشوف مشكله الكهرب هل انحلت ولا لا. يلا ما اتصل الحين، قاعد انا رحت وجيت على اساس اني بخلص شغله وارجع اشوف الكهرباء شغاله، بس طلعت مو شغاله. عاطلين احنا، عرفتوا؟ انا وابو العبد وبالنيف، ما حد عنده لا شغل ولا مشغله. والله مهندسين يا اخوان، فيبغى يدخلك معي في البزنس. ايوه شو الاخبار؟ طيبين؟ زبد، هذا اليوم الثاني بدون كهرباء بدون شيء، زي ما تشوفون لابس النظارات حقت ابل، شريتها ما استعملتها كثير فقلت يعني لازم. وش ذا؟ اوه ما في بطاريه، اوكي لحظه. يقول لك ايش؟ الكهرب طافيه زي ما تشوفه في الصاله انا، بس في النظاره ما هي طافيه. فزي ما تشوفون عندنا التي في هنا نشغله، لحظه نحط على التي في. يا سلام يا سلام يا سلام كذا، يا سلام. تعالوا ميت، كل واحد هارب ما ادري وين راح، طش عشان الكهرباء طافيه. ما بقول انا مع النظارات قاعد اشغل لي اشياء زي ما تشوفون هنا، اشياء. شوف كيف فوق الجبل الحين،
اموري طيبة، عايش. ها شاشتي هناك نكبرها شوي. لا نكبرها كذا. يا سلام، النظارات هذه مرة جديدة وتوني شاريها بعد، وسويت فيها مقطع وانا اجربها لمدة 24 ساعة عشان اشوف اذا كويسة للمستقبل ولا لا. بس كانت المشكلة اني ما استعملتها بعدها، وسعرها بيني وبينكم مرة غالي، فقررت اليوم اني اصرفها. الله الله، تفتح الباب تحصل القروشه دي. زي ما قلت لكم الشيء ذا اللي شاريه مره غالي، هذه النظاره تقريبا ب 4000 دولار. وفي شيء اليوم بسويه اني برجعها، ما احتاجها حرفيا. يعني استخدمتها، جربتها، هي كتجريب كويسه، لكن مشكلتها انها ما هي، يعني ما اشوف نفسي استعملها كل يوم، ما اشوف نفسي استعملها كل شوي اصلا. زبده جاي السكن حقنا هذا القديم، هذا الجراج طبعا، المواقف حقتنا. انا ايمن يا حبيبي والله. حبي تراك معك باليوم للحكومة هنا. هذه مدينتي هذه. اشحن حبي، اشرب. ابيك تشفط كهرباء السكن ذا، لان اريدك نساكن في السكن ذا، ما كنت اداني السكن. فاشرب، اشفط الكهرباء كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ما شاء الله. طبعا هذه القنوات التعليميه زي كذا، يجيك الإضاءة مفجورة. الحين زي ما تشوفون اللابتوب جنبي، خلاص كل شيء جاهز، كل شيء شغال. نبي نطبع هذه حقت الشحن عشان نحطها في حقت النظارة. 1 2 3 ليتس جو، خلينا ندور عليها. بسم الله. طبعا شريت البوكس هذا عشان احط فيه النظاره، لان ما ودي احد يشوفها الصراحه في وقت الشحن وزي كذا، عرفتوا اللي يشوف شكل النظاره كذا الحلقه قاعد تنشحن يقول لحظه خلني اظرفها يا ابوي 4000 دولار. فعشان كذا ما نبي الشيء ذا يصير، فاخذنا البوكس هذا وبنحط فيه النظارات. حيهم، صباح الخير، بوريكم شيء. اوكي لحظه شويات، كيف؟ كهرب اشتغلت؟ قعدنا تقريبا يومين بدون كهرب، فاشتغلت امس في الليل، اخر الليل اشتغلت، فكويس الحين عندنا كهرب، نقدر نعيش زي الناس. زي ما تشوفون هذا الاوفيس حقي، المكان اللي اسوي فيه كل شيء، ايديت، اتكي، 24 ساعة تلقاني هنا في ذا المكان، يعني غرفتي ما اخش الشام، دائما هنا تاكي. عندي مساحة هنا كبيرة تو ماتش، يعني في مساحة في المكان ذا كبيرة بشكل مو طبيعي، لأن الفترة الأخيرة رتبت ومرة كويس، عشان كذا صرت اسميه الاوفيس، اسميه المكتب، هذا المكتب حقي. وفي مشكلة ثانية في البيت، أن أغلب اللمبات محروقة. شوفوا كل اللمبات محروقه في البيت، هذه اللمبات الخارجيه اغلبها محروقه وزي كذا. اليوم صراحه برتب البيت، بعدل فيه اشياء خربانه، لازم يعني اخصص له يوم اضبط البيت فيه شوي. المهم المكتب حقي يبغى له تضبيط شوي، بما اني يعني الفتره الاخيره كلها قاعد هنا، فلازم اشتري له اغراض تخليه رهيب، لان صراحه ناقص اشياء مره كثير، واحس لازم تكون موجوده عشان ما اطفش فيه. والله البيت صار شكله مع السيارة زي كذا، الفان والصبغة حقتها الخايسة ذيك، يعني هذه الثلاثة، تخيلوا هذه الثلاثة سياراتي كل يوم اصحى عليها. يعني عندك الباب هاني مكسر من كل جهة، عندك الفان ذاك مقصوص، عندنا الفورد، يعني ما ادري هو سيارة شرطة ولا ايش السالفة. شوف كيف كذا والله قاعد اسوي اشياء المحتوى انا تو ماتش كثير، بدأت انسى نفسي حرفيا. في بعض الاحيان انسى اني احتاج سيارة من جد، يعني سيارة اوكي كويسة تكون. كل الاشياء اللي صرت اشتريها حقت محتوى، بس محتوى محتوى كل شيء محتوى محتوى. Every day man. هذا كل يوم اشوفه. Let's go man. Good for you. كل يوم كل ما اروح مكان اشوفه. ما ايش السالفه كذا، صرنا خلاص اذا صرنا نشوف بعض لازم نسلم على بعض. ست انوين. وش ذا الشيء اللي حصلنا؟ هذا مكتوب 6 ان 1، يعني 6 العاب في لعبه. يعني هي والله ما تطفش، بيقروشني صح. انا ابغى اكون نظيف، ابغى اكون مرتب شوي، بيسوي لنا زحمه وما حد بيلعب فيها. ناخذ ذي السله، افضل خيار لقيته السله، لان عندنا سلتين في البيت، اللي داخل البيت انكسرت. زي ما تشوفون حصلنا الكرسي ذا مطشوش زي كذا، فنبي نشوف هذا بكم عشان ناخذه. اوكي ب 40 دولار، ما انا بعد الاشياء. ما في احد ثاني؟ والله مرة غالي، ليش 40 دولار؟ ما بتكي فيه كثير، أنا أبغى شيء كذا بس حق الضحك، اللي يحط شكل أكثر شيء، وإذا زهقت يعني أعطيها التكي، زي الأوفيس، أي واحد عنده مكتب لازم يكون عنده كنبة زي كذا على الجنب، فأنا بسوي زي كذا. يوه كلها غالية، والله ذا شاريه قبل أول ما جيت أمريكا شاريه بكم؟ 19 دولار. الحين 30. بسم الله. هذا كويس، كله بنفس السعر، فخلاص أتوقع ذا أفضل شيء، أفضل خيار الأبيض.
طيب حنا الحين في الأوفيس، هذا المكتب حقي بعد ما ضبطته. اللمبات صلحناها صارت تشتغل اخيرا. الحين اقدر اشوف، اقدر اخذ راحتي وانا قاعد اسوي ايديت مثلا كذا تاكي مروق. عندنا زي ما تشوفون السله، افضل شيء يمكن شريته في البيت هذا. عندنا هنا الكوره الاصليه اللي قبل شوي كانت تقليد خايسه، فحاطها في سله نفس المحترفين، سله وكور تاخذ وترمي ثلاثيات. الله الله والله لعيب. وي اوكي مباراه بدت ها الحين قد هنا. لا 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 هذول خربوا والله. تسكت الزبدة ان اللعبة حقتي حقت المكتب بدي يخربونها. ما ادري شي متحمس قبل شوي. سحب الكاميرا يا سلام. ها ابدا ناول زي الناس يا اخي، ناول زي الناس. انا ما عندي حرفيا ما عندي وقت اطبخ اوكي، وطفش من اكل المطاعم، فعشان كذا عندنا ابو العبد تعاقدت معاه يزبط لي وجبات جيم وحركات بما انه راعي جيم زي كذا. الشخصي ابو اليوم خلاص معضل، كلهم يقول ابو اليوم معضل. يلا ليتس جو. ليش في كفر هناك؟ اما باكم تزرفون ابي ما عنده مطاعم كفر. انا والله ويل ويل ويل، هذه حقات حقت المناطي، هذه معقوله. ايه ضار 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 حبي وجه. ليش تعطي اكبر حافظات؟ انا حافظات صغيره. هذه حقتكم المناطي؟ حقتي حبه لوكي. انا ادفع اكثر. يا معلش ابو تدفع اقل تصغر الوجه. انا ادفع اكثر. انا شايف المسحه هذه زي ما تشوفون مسحه المدري وش هذا الصوص من تحت القدر جايبها كذا. طبعا عندنا لحم مفروم زي مع بطاطس مع رز ابيض مع خلطه سريه هذه ما طارد. طارد سخن والله. ما تسويها انت والله. اوكي نايس. طبعا جايبين معنا الكوتشز الشباب. نبي نشيل الاغراض هذه نحطها في السياره لان هذه اغراضي، فبوديها السعوديه. ما ادري متى ارجع، ها ممكن ارجع قريب ما ادري، بس هذه اغراضي بوديها السعوديه. ف ليتس جو نشيلها نحطها في البهبهاني. بسم الله. بول 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 بول. غالبا اني اتمرن اوكي، بس الفتره الاخيره ما قاعد اتمرن شيء. 24 ساعه قاعد اسوي ايديت والاشياء هذه. دائما نشيل الحاله الاشياء. اي لا ادري لحالي ولا كمان اديت العيال اصلا. سهله. ما تدري. ليتس جو. اوه هذا كويس. طبعا احنا اربع راكبين في البهاني، ان شاء الله يكفي يعني اموره طيبه. بس عشان لانه عندنا بضاعه ورا كبيره لازم نروح كلنا خمسه عشان نشيل. ليش في نور واحد بس؟ لا تسال ولد هذا قداس بنزين وراتي. بعدها طبعا وصلنا محل الشحن ودخلنا الاغراض داخل واخيرا خلصنا موضوعها. بما اني قاطع شوي من التمارين والاشياء ذي احتاج ارجع الجيم عشان ارجع اقوى من قبل. هذا حق التعليق زي كذا. اه لا تطلع الا ها. اوه صح اطلع لفوق صح نسيت والله. كيف ديم مناتي. مناتي زي ما تشوفون طق مدرسين رياضه وزي كذا، فاليوم بنخش معاه في التمرين. ايش تمرين من ايش عندنا اليوم؟ عندنا صدر طويل العمر. ليتس جو. والله من زمان ما تمرنت. انا مشكلتي قاطع لاني مره انشغلت الاسبوع ذا تو ماتش انشغلت، فاوريدي ما عندي نفس اوريدي اتعب بسرعه. بس ايش اليوم بنتمرن ان شاء الله مع ابو مناتي يحمسنا بما ان الكوتش حقنا اليوم. نايس. ليتس جو. ابو مناتي والله انت ما تتكلم. ابو مناتي سكوت. هذا التركيز لا اعطى نفس طلع نفس شيء اتنفس بس والله؟ اي بس مو اي لازم الكل يسمع انك قاعد تتمرن حبي. الكل يسمع لازم ترى قاعد تتمرن انت ترى مو قاعد تسوي شيء سهل. لازم الصوت تطلع. يلا بعد واحده بعد واحده بعد واحده بعد شكلك انت الله اوكي كذا كذا توريهم انك قاعد تتمرن. اه والله امتن. يا 16 نايس. لا لا قد 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 اسطوره. فاز علي الكوتش
اخ قهر، انا مهلوك والله ما فيني نفس. ها 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 ليتس جو نايس. اليوم طبعا كلمني واحد من الشباب اللي اعرفهم وقال لي ان زوج اخته توه فتح حلاق جديد، فالكويس انه ضبطني بموعد معاه ببلاش عشان احلق واشوف المكان يعني. والصراحه المحل اول ما دخلت مره جديد وكل شيء فيه رهيب ورايق. انا العاده الحلاق اللي اروح عنده عوافي، عرفت الوضع كيف؟ خويي واعرفه من زمان، بس الحين حلاق جديد فنخش نجرب. يو جوش رايت؟ يا جوش يا جوش از غانا تيك كير اوف ماي هير مان بليز. يا او عندهم كنب، شوف كيف كنب كانك تاكي في الصاله، تكي تظبط الحلاقه والاشياء هذه. نايس والله نايس. طبعا عندنا حلاق ايش قال لي؟ قال ابو ذا راسك مدركه ترى، اعرف ايش تبغى. حرفيا ما وريته ولا شيء ولا حاجه كذا، قال انا اعرف ايش تبغى. يا يا يس سير، جود ستاف مان. اوكي يا يا جود ستاف. مشيره طب يقول لي بما انك ابو اليمن احلى واحد قد حلقت له بصورك. قالها والله قالها استغفر الله بدون والله، بس قالها اوه دايم. انا اي شيء ورا، اي شيء فيه شعار ورا زي كذا يعجبني على طول. ثانكس مان بيشير. يا يا ضبطنا بالحلاقه، ضبطنا بالشيرت. الحين طبعا رحت مع ابو النيف مشوار سريع لان عندنا مشروع من زمان نفكر فيه، واليوم قلنا لازم نبدا عشان نخليه هو البزنس اللي يدخل لنا فلوس. طبعا الحين جايين عند زي ما تشوفوا هذه السياره، البروجكت خاشين فيه انا وابو النيف، اول مشروع لنا ان شاء الله ينجح. طبعا هي خربانه وزي كذا فاحنا بنشتريها، وابو ذا بيصلحها ان شاء الله بعدين نرجع نبيعها. خاش في غزال الزميل. خاش في غزال، كان في الشارع زي كذا طلع له غزال بوف شاله معاه. في شويه شعر غزال، هو الشبك بس اللي شعر المرحوم. شعر الميت والله، شعر المرحوم. هذا هنا في صدمه ثانيه يا ابو النيف. اي قال لي لا يكون غزال ثاني ذا، ولا مين شط هذا بني ادمي؟ ها شط شطف لانسان تاع شاله معاه. مفتوحه ذيك كانها والله مفتوحه. نايس نايس. ما فيها مفتاح، ما فيها بطاريه، ما فيها، ما تشتغل، ما تشتغل صح. اوكي انا ما حد بيسرقها. المهم شفنا السيارة وكل شيء، وصراحة نظيفة لكن ماشية كثير، تقريبا 200,000 مايل، ومو متأكدين إذا بعد التصليح بتكون سهل تنباع ولا لا، فبدينا نسوي الحسابات على السريع. باقي عندك الشمعة. يقول لك أهم شيء في أي بزنس الحسابات. فقسوت من ماسك الحسابات؟ أبو ليمان. يلا إن شاء الله ما نغلط. وبعد ما خلصنا رجعنا البيت عشان نجتمع مع المستثمر الثالث ونشوف إذا بتكون فرصة كويسة ولا لا. ريسكي؟ ريسكي شوي. يعني فيها خطرة شوي، فيها مغامرة. تتأجل؟ تتأجل؟ ليش تتأجل؟ هاي ريسك هاي بروفيت. بس هذا كل المؤشرات ما تقول انه، تقول انه ريسك خسران. ننام عليها شوي سالفة. ايه يعني ايش؟ تتأجل. تتأجل يلا ثانية مرة ثانية. يلا 1 2 3 1 2 3 نجلها. 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 أول مشروع تأجل على طول. الزبدة بعدها رحت عند واحد من الشباب اعرفه ومن زمان يقول لي عنده عده حقت ميوزك، فقلت بما اني فاضي بمر له. الزبدة جايين عند خوينا ذا يغني راب وزي كذا، فناداني قال ابو اليمن تعال عندي استديو صغير نبيك تغني. فهي قلت اوكي جاء. المهم اخذت البيت عندي عشان ناخذ راحتنا بالصاله وما نزعج اهله بالبيت. الكويس بدا يجهز العده وكل شيء عشان نبدا نسجل. عطني فوق ما عليك ازهلها. كسرت مره ثانيه. يلا كل شيء تكسر ذي. طبعا زي ما تشوفون البرنامج شغال. He got the beats. وين المايك؟ هذا المايك. شوف كيف المايك الحين. تيم هذه توه مسويها. توه مسويها قبل شوي. أما. والله. تيم. He got the auto tune. قاعد بخليه يسوي الاوتو تون كذا يعدل صوته، يعدل صوتي خايس ما يتغنى. تبي غدر خيانة زعل. حب. انا مو منتي جالسين هنا قاعدين نغني، ما ادري وش قاعد اقول بس خل نروح ناكل فول. يلا بسرعه. احلى تحيه لابو اليمن. عروس ها خاشين عروس ها. اللي فاتك كثير يا ابو اليمن كثير، راحت عليك الكبسه اللي توها بتصير. هذا اللي غنى، هذا اللي حق اللي في الميوزك فيديو. Chicken. Let's go. Chicken. Chicken. Yeah. Always eating chicken. And I want to know.
انا حشر انا حشر لا منتكين دورينا الفوز قاعد كمل كمل